فلازم نخلق كيان في وسطهم يبقى اطارهم، يبقى مشرق عربي على مشرق غرب. وهذا الكيان يدين لنا بالولاء في مقابل ان احنا نديله حمايه العمر كله. وقد كان هيم وايزمان ظهر، والكلام ده كان 1907، يا دوب بعد 7 سنين جت الحرب العالميه الاولى، فطلبوا من هيم وايزمان بحكم ان هو له سلطان على اليهود بتاع العالم كله، قالوا احنا عاوزين منك 3 حاجات: سقوط المانيا. قال لهم ازاي؟ نعم، بثقة من الزراعة. القيم كلها تأتي من الانفراستراكشر ده، يعني أنا وأنت عشان نزرع، وأنا وأنت عشان نحصد، وأنا وأنت عشان نصد خطر الفيضان. إذا قيم التعاون والحب، وما فيش شيء بخصام ولا عداوة ولا آخر. من الزراعة تنبثق الصناعة، الزراعة عاوزة محرات ومكيال وميزان ولا آخر. دي اللي تطلع منها القيم. هم خدوا القيم ده من مصر القديمة كلها. وهيجل الفيلسوف الألماني يقول وقعوا في مأزق، منين جبتوا القيم دي؟ ولكن الرد بتاعهم These are God's orders، هذه هي أوامر الله، تعاليم الرب، دي تعاليم ربنا.